واحد بيقول لي ان صوت الطبيعه البشريه هي جسد ونفس وروح، واللاهوت روح، فهل روح الناسوت هي اللاهوت؟ لا، هو المسيح له روح بشريه من جهه ناسوته، وثابت في الروح القدس اللي هو روح الله. فروح الله اللي هو ثابت فيها غير الروح البشريه التي له من جهة طبيعته البشرية.